كل التحيات لكم واهلا بالاصدقاء متابعين مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، من لبنان لكل العالم. تحياتنا لكم مع بدايه حلقه جديده راح نضوي من خلالها على واقع مشكله ممكن نقول قديمه جديده، لانه من سنوات ومن سنين نحن عم نحكي عنها ببرنامجنا بانتظار انه يكون الحل موجود. طبعا الحل المقترح من خلال ضيفتنا اليوم ممكن يبرد القلب ونقول هذا هو الواقع المرتجى بكل الأماكن أو بكل المواقع التي تشهد شيء من المشاكل. طبعا البعض بيشوف الواقع وبيقول صعب كتير، مهم نحن نبقى، المهم نحن نفكر لحتى نقدر نضمن ببقائنا وبتفكيرنا السليم الغير مشوش نقدر لو حققنا 10%، ويلي حدنا 10% بتكون حلقة مكتملة. اسمحوا لي رحب برئيس حزب الخضر في لبنان ندى زعرور، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. اليوم حزب الخضر اللبناني من خلال مشروع النهر الأخضر اللي رح نحكي عنه وصتنا بالإضافة لكثير مشاريع، قديش مهم نقول الأمور بتسمح أنه نقول خلص وداعا للمشاكل وهذا هو الحل المرتجى، هذا هو الواقع وهيدا اللي رح نشوفه نحن بعد شوي. ولكن أنتوا وقت اللي بتشتغلوا كحزب خضر، يعني قديش مهم نقول عم تشتغلوا عم تطلعوا لامكانيات متوفره عندكم، ولا انتم عم تطرحوا على امل انه نلاقي امكانيات فيما بعد؟ صحيح. اول شيء الاحزاب بالعالم كلها توضع استراتيجيات لخطط لتقدر تطرحها على الحكومات اللي موجوده في حال كانت هي او ما كانت بالحكومه. وهيدي مشاريع انمائيه يلي بتساعد المواطن انه يضله بارضه، ينوجد له فرص عمل، يشعر انه هو ببيئه مريحه، يعني يقدر يعيش ببيئه نظيفه. يعني لما بنقول مريحه يعني بيئه نظيفه. ليه اخترتي نهر بيروت وسميتوه مشروع النهر الاخضر؟ بصراحه في كثير عندنا مشاكل بيئيه. اكيد اكيد. بدك تبلش من مطرح، نحن بنعرف نهر بيروت عنده مشاكل، يعني اول شيء منه نهر صار صرف صحي، يعني مصرف للمياه المبتذله. صحيح. وفي مسؤوليات على المواطن، ولكن في مسؤوليات على البلديات، وفي مسؤوليات على مركزيه القرار لنحمي هيدا النهر. النهر عم بيفيض بالملوثات، المنطقه منكوبه المجاوره للنهر على امتدادها. يعني بتزعل لما بتقرا انه عن طريق بالجغرافيا بتبقى عم تدرس اولادك وبتشوف الانهار، يعني بيقولوا لك نهر بيروت بينبع من له رديفين من حمانه ومن بعبدات بيلتقوا بقناطر زبيدي الوادي الروماني، تشعر انه انت ببلد غير لبنان. ولما بتجي على الواقع وبتنزل بتشوفه ناشف، ما بيجري فيه غير الحيوانات النافقه والمجارير والمياه الصناعيه من المصانع والمكبات اللي بتصير. نحن قلنا خلينا ناخذ مشروع يكون هو بيلوت، يعني مشروع نموذجي ونطرحه على الحكومات. نحن بلشنا. قديش اخذتوا مع هذا الطرح امكانيه يصير اللي بدكم اياه؟ صحيح. لانه يلي عم بيتابع الفيلم بيقول صعب كثير، هيدا حلم. لا منه صعب، هيدا بده 10 سنين لو بلشنا فيه من وقت ما تاسس الحزب. قديش عملتوا انتم؟ قديش نحن بلشنا فيه بال 2010 المشروع. قديش اليوم؟ نحن 2018. تغيرت المنطقه ديموغرافيا؟ لا لا لا، نحن ماشيين فيه بالتساوي وعم نشوف خطط وزاره الطاقه يلي هي عم تعمل الطاقة المتجددة على دي بس على النهر. الزحف العمراني رح يفوت بالنهر بعد شوي، رح يعمروا بقلب للأسف النهر. للأسف رح يعمروا بقلب للأسف النهر. شو بدنا نعمل؟ نحن جربنا بال 2008 بس تأسس الحزب، 2009 و 2010 أخذت دراسات على الموقع ودخلنا مؤسسات تربوية، يعني صرح تربوي، يعني من جامعات هندسية إنها تقدر تنظر للواقع البيئي والواقع الهندسي لهذا المشروع إذا بيتطبق، ودخلنا معنا مستشارين قانونيين لحتى نشوف هل الشراكة بالأراضي بين القطاع العام والقطاع الخاص كمان هيدي بدها تكون عائق. فنحن اشتغلنا، كان في قانون وموجود بأدراج مجلس النواب قديما، جربنا ننعشه ونرجع نطوره نحيه، ويلي هو الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام نسميه Public Private Property PPP، يلي هو صار أقر. اكيد واحد بيضحك بس هو هيدا رقمه، يعني وهيدي الابريفيشن تبعيته، يلي هو بتقدر انت من خلال هيدا القانون انك انت تحطه على جدول اعمال الحكومات وتلاقي له مراسيمه التطبيقيه لتقدر تنفذ شراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. بده 10 سنين
نحن بتقديرنا بده 10 سنين، بس اذا بدبي سنه واحده بخلصوا. 10 سنين من اي متى يعني؟ من لحظه البدء من بالعمل، من لحظه الاخذ القرار فيه. نعم. نحن ما رح ننفذ المشروع، هيدي رؤيه، هيدي خطه استراتيجيه لمشروع حزب الخضر، انه يحطوا بايدي اصحاب القرار. نعم. ورئيس الجمهوريه كمان. نعم. بي بي بموقعه انه بيقدر يحطه. نحن بلشنا فيه اذا بدك تقول من 2010، يعني قطع رئيسين جمهوريه على المشروع، وللاسف ما بعد هلا نتمنى انه حدا يتبنى. ان شاء الله، إن شاء الله بهذا العهد عاد سمحت الرئيس هون. صحيح. رح نشوف انا وياك سوا ريبورتاج واقع، يعني مشروع النهر الاخضر. صحيح. فينا نسميه، فينا نسميه اكيد مشروع النهر الاخضر، بدنا نسميه هيك. هو هيك مشروع النهر الاخضر هلا، هو هيك احنا مسمينه هيك هلا. بعرف انتم مسمينه. ايه. بس احنا هلا رح نشوف الفيلم. نعم. وبعده رح نشوف الواقع المذري للنهر. أكيد. ولكن بنشوف سوا الروبورتاج وبنرجع. بيكون معنا اتصال سعادة المهندس اليستوي مدير عام التنظيم الاردني، بنشوف سوا. مشروع النهر الأخضر. إن مشروع نهر بيروت يمثل تحدياً إنمائياً لتعميم ممارسات بيئية سليمة بالتوازي مع إعادة تقييم للقطاع العقاري. ومن شريان سموم يخترق العاصمة، سوف يتم تحويل نهر بيروت إلى جداول مياه متدفقة وخلق رئة إضافية خضراء ومساحات ترفيهية ورياضية. بإضافة واجهة مائية من 12 كيلومترا إلى واجهة بيروت البحرية التي تمتد 18 كيلومترا، سوف يضخ مشروع نهر بيروت الحياة إلى قلب بيروت وفيضا من الأخضر. وستجتاز طريق مخصصة للدراجات الهوائية وقطار كهربائي يربط ضواحي بيروت من قناطر زبيدي إلى البحر في محيط صديق للبيئة بشكل كامل. كما ستعمل المنطقة على تنامي التفاعل الاجتماعي على خلفية من السكون والجمالية الممتعة. المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين. المرحلة الأولى ستشمل المنطقة الواقعة ما بين الأرض والنهر، وهي ستشهد معالجة مياه النهر وهندسة المناظر الطبيعية المحيطة بالأمكنة العامة. وستغطي المرحلة الثانية التطوير العمراني لقطع الأرض المحاذية للنهر. وعليه ستقسم المرحلة الأولى إلى أربع مناطق. المنطقة الأولى هي ضفة النهر بحدودها الطبيعية وبدون أي جدران إسمنتية، وستضم غابة لإغناء الموقع الأصلي للنهر، كما ستحتوي على بحيرة اصطناعية وجسور للمشاة فوق ضفتي المجرى المائي لتحويل المكان إلى متنزه طبيعي متألق للعموم. المنطقة الثانية هي التي ستشهد التطور العمراني المستدام للجوار على طول النهر المطابقة للمواصفات الخضراء، وستشتمل على متنزهات ومساحات للعموم إلى تسهيلات ثقافية ورياضية. المنطقة الثالثة هي أكثف المناطق من حيث التنظيم العمراني، وستضم منصة مرتفعة لاستقبال السوق مع نواقل سفلية للسيارات، بالإضافة إلى حدائق عامة عدة تنتشر على كامل المساحة. المنطقة الرابعة ستلفها المشاريع المائية التي ستضم شاطئا يزخر بالتسهيلات الخدماتية كالمطاعم وأماكن التسلية. المرحلة الثانية ستشكل إضافة إلى التطور العمراني الذي بدأ في المرحلة السابقة، وستركز على مجمعات تجارية على طول واجهة النهر، وسيكون من السهل الانتقال إلى المناطق الخضراء على امتداد النهر، كما أن ارتفاع الأبنية وتنظيمها سيخضع لقوانين صارمة كي تحافظ الواجهة على تناغمها. وستبدأ الخطوة الأولى بإنشاء قطعة أرض طويلة خضراء على ضفتي النهر تنأى به عن الطريق، وفي بعض الأحيان قد تنساب الطرقات تحت الأرض لتضفي على الأماكن العامة التي تعلوها المزيد من الجمال والهدوء. وستكون المحال التجارية مفتوحة على تلك المساحات الخضراء. وفوق كل هذا ستقام أبنية سكنية من 10 طوابق تشرف على النهر المتألق في الأسفل.
وخلف تلك الأبنية سترتفع أبراج عدة تتخللها مناطق خضراء منعشة. إن مشروع نهر بيروت سيحول منطقة موبوءة إلى منارة صديقة للبيئة، ويعطي الزوار والقاطنين فرصة إحاطة أنفسهم بمساحات من الأخضر المنعش. وعند الانتهاء من تنفيذه سوف تضاف إلى بيروت مساحة 2 مليون من الأمتار المربعة الخضراء، وسيقوم المخطط العملي المبتكر للمشروع كله بتمويل نفسه بنفسه. إذن اللي كنا عم نشوفه أصدقائي فيلم مشروع النهر الأخضر لحزب الخضر اللبناني، مشكورين ومشكورة جهودكم والشركة اللي نفذته، ولكن من خلال كل المعطيات اسمحي لي أخذ هالاتصال من سعادة مدير عام التنظيم المدني المهندس ليس طويل تنشوف إمكانية تحقيق الميداني على الأرض قديش ممكن في ظل هذا الحلم اللي قلت لك عنه. نحن متواصلين خلال هالفترة كلها مع التنظيم المدني، مع رئاسة الحكومة ومع يعني الوزارة الطاقة يلي هني معنيين بهذا الملف بالذات. بدنا ناخذ اتصال صار حاضر. الو، صباح النور، صباح الخير لك وللمشاهدين ولضيفتك. شكرا لك سيدي. صباح النور ست مدى. شكرا لك استاذ الياس، يعني اللي كنت عم بتتابعه معنا كنت عم تسمع بكل دقه يلي عم نشوفه، قديش ممكن نقول سهل يتحقق عندنا نحن بلبنان بهذه المرحله؟ كله سهل يعني باختصار وبايجاز الموضوع. الموضوع نعم. اكيد منه سهل بس منه مستحيل. نحن بلشنا بالخطوات الأولى مثل ما بتعرف ست ندى إنه هيدي المنطقة اللي عبين حكى عنها هيدي واقعة بنطاق ثلاث بلديات. نعم. بلدية بعبدة، بلدية الحجمية، وبلدية المنصورية. ما يسمى كفي على سن الفيل، بيروت، البيت، تحويطة، ما لهم علاقة. لا، عنا سن الفيل وعنا بيروت للكارانتينا تو برج حمود. أنا عم بحكي عن المنطقة اللي واقعة فوق المنطقة الصناعية تحديدا. نعم. واللي نعم. هي منطقة نوعا ما بعد قادرين نشتغل فيها وقادرين نتدخل فيها تنظيميا. نعم. لأنه المنطقة التحتانية لجهة سن الفيل ولجهة كبد بتصور منطقة التحويطة وفرن الشباك بأغلبيتها مبنية، ويمكن في صعوبة التدخل فيها. أنا عم بحكي مطرح ما فيه نوعا ما سهولة. نعم. نحن بسنة 2011 مع جمعيات قمنا بجهد كثير كبير وعملنا شغل كتير كبير بالمنطقة. أقله وأقله قدرنا حولنا نظام المنطقة ما يسمى بسنة السبعين، نظام الكوشار اللي هو الاستثمارات تبعه مرتفعة جدا، خفضناها بنسبة تقريبا لحدود 70% تخفيض. يعني اليوم على ما تبقى من ضفاف النهر اللي بيقع بين منطقة الديشونية المنصورية ومنطقة بعبدة ومنطقة الحزمية، ما بقى الاستثمارات اللي كانت معمول فيها سنة السبعين، صارت استثمارات واطية جدا مما بطأ العمل والاستثمارات بهذه المنطقة اللي نقدر نتدخل. يعني اللي عم نشوفه صعب يتحقق في ظن يعني الاستثمارات الجديدة ولا لا؟ لا، أنا قلت ما مستحيل، بس عم بحكي عم تسألني سؤال إذا كان يعني في سهولة أو صعوبة. لا، أكيد في صعوبة خاصة بالمناطق المبنية، لأنه نعم بالمناطق المبنية حتى الإدارة تقدر تتدخل لفرض مشروع معين لازم تعتمد آلية الضم والفرج العام، وهذا الشيء نحن مستعدين له. وأنا مستعد هيك إذا وقتها بيسمح لها ست ندى نقعد نحن وياها ونشوف شو الآلية القانونية لوضع الأفكار اللي عندها إياها حيز التنفيذ. أقل يعني من مشكلة بس نبلش بخطوات بهالاتجاه. أنا هذا اللي بدي أقوله، لأنه يعني عم تقدموا اليوم رئيس حزب الخضر اللبناني ندى زعرور باسم الحزب، وانطلاقا من محبتها للبيئه بلبنان، ويعني وانطلاقا من يعني شغل حضرتك انت وحماسك، قديش ممكن نقول فينا نغير على الارض انطلاقا من هذه الصعوبه اللي انت قلت ممكن نذللها لصالح يعني المجتمع والبيئه؟ لانه الكل بيشهد انه هذا النهر ما بقى فينا نقول مجرى نهر بيروت بالفم الملان، بالعكس هو مجرى صرف صحي مفتوح، وبتمنى انه بوقت قريب نخلص منه. صحيح، دائما فينا نغير. المهم نلاقي الاداه القانونيه للتغيير هذا. ممكن يعني اسال سؤال؟ تفضلي. طبعا
نعم تفضلي. سؤال لحضرتك بس، نحن كنا عم نتابع إقرار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبالاستشارات اللي كنا عم نعملها كنا حاسين إنه في موضوع هيدا العائق يلي كان موجود وما كان، كان عليه خلافات سياسية كتير هيدا القانون، فممكن هيدا القانون يريح كتير عملية التنفيذ. وبحب رأيك بهيدا يعني بهيدا الموضوع بالذات، قدي ممكن يسهل قانونيا وجود هيدا القانون، وبعد ما أقر يعني بشهر واحد بال 2017 أعطانا أمال كتير أنه نرجع نطرح المشروع ويكون سهل التعاطي فيه. أنا شخصيا من اللي بيأمنوا أنه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي اللي نقدر نطور من خلاله ونقدر نوصل للنتائج اللي حضرتك عم تتمنيها. الوقت هذا نحن قادرين بالادوات القانونيه اللي موجوده عندنا، وخاصه الادوات القانونيه للضم والفرج العام، يعني من خلال مؤسسات عقاريه او من خلال من مؤسسات عامه عقاريه او شركات عقاريه نقدر نطور هذا الموضوع. لانه بعتقد انه العنوان الاساسي اللي تفضلت فيه حضرتك، الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام، تترجم حاليا من خلال انشاء شركات عقاريه لتنظيم منطقه ولترتيب منطقه. صحيح. يمكن الناس بهالموضوع يمكن ما عندها كثير خبره وما عندها كثير علم، لانه في تجارب ما كانت كثير بالنسبه للناس على هذا الموضوع، بس نحن قادرين نعمل خاصه بموضوع مجرى نهر بيروت. قادرين نعمل بالتعاون مع كل الجمعيات وبالتعاون بالخاص معكم كحزب، قادرين نوصل لنتيجة كثير مهمة وإيجابية نترجي الناس أنه نحن عنا الأداة القانونية بنقدر ننظم ونقدر نوصل لنتيجة المهمة إن شاء الله. يعني أنا بهمني أنه تبلغونا بالنتيجة، لأنه عبر مشاكل وحلول بهمني نتابع يعني كل أكيد. الأمور اللي بنبدأ فيها بهمني أنه نكون دائما بالصورة لحتى نواكبكم. أكيد. شكرا لك مهندس. شكرا المهندس ليس طويل، مدير عام التنظيم المدني. يعني انا بدي اشكره على ايجابيته، لانه دائما بامتياز لانه عمليا لما بكون شخص واقعي وعلمي وعلى الارض بيقدر يعرف انه هيدا منه خيال. يعني المواطن المشاهد هلا لازم يقشع انه ما في شيء خيال، في شيء علم، في شركات وضعت هيدي الخطه، في مؤسسات تربويه عملت مسح على الامور الطبيعيه يعني بالأرض، قدي ممكن يكون في إلى أثار أنك أنت تفوت المياه البحر على المستوى لمستوى البحر وتحمي مجرى النهر من النبع من فوق وتحميله المجرى تبعه. معناتها الأمور كلها بتصب لمصلحة المواطن وبترفع العقارات، يعني قيمة العقارات. والأهم من هيدا أنك أنت عم تتنفس بيروت من التاورز، من الأبراج العالية، عم بتجيبها وتخلق لها مواقع لحتى تقدر تهربها من بيروت وتخلق لها مواقع استثمارات جديدة. يعني نحن إذا بتلاحظ لاحظين بينشرق، لأنه هيدا يعني المشروع زحف البيتون قرب، يعني ما في مشكلة مقريبة. نحن لما بيكون في مشروع لمصلحة الناس، الناس هي المستفيدة، يعني أراضيها وعقاراتها صار لها قيمة بمشروع مثل هيدا إذا الدولة حطت يعني قدامها أن تنفذه. فمعناتها التمويل بمول نفسه بنفسه المشروع، منه استملاكات، ما في استملاكات، ولكن أنت عطيت مشروع بيعطي حياة للموقع. ما معقول حدا يرفض إذا عنده تخشيبة بيقول لك ولا أنا في أعمل فيها مقهى مرتب بمواصفات. بس بدك تاخذ بعين الاعتبار أنه في بعض معامل ومشابه للبيتون يعني عم بشكله إزعاج كتير مهم. أكيد يعني هي لو ما في له مشاكل، وهذه الشكوى صارت هلأ بالأصل الجمهوري لمعالجتها ومتابعتها، لأنه لا يجوز. يعني نحكي بهذا المشروع اللي أنت هلأ تقدمت فيه وهذا الواقع الشاذ إنجاز التعبير، مع كل تقديرنا وحبتنا للصناعة اللبنانية، كلنا بنحب ما يصنع في لبنان، ولكن بنحب راحة الأهالي. كل العالم في عندهم مصانع وعندهم شروط بدهم يتعاطوا فيها بالأحياء اللي بيكونوا موجودين فيها، ولازم تكون أصلا مناطق صناعية بعيدة عن السكن. طب اليوم حزب الخضر اللبناني بس أخذ هذا المشروع على عاتقه وقال إنه نحن مشكلتنا البيئية بلبنان تنحصر بهذا الموقع، ولا عندكم باقي مشاريع بيئية بدها كمان من وقتكم؟ لا أكيد، نحن من أول ما تأسس الحزب شفنا المشاكل على الشاطئ اللبناني، وكان أول خطوة لإلنا التعديات على الأملاك البحرية، وكان أول خطوة لإلنا أنه ما نساوم على التعديات، يعني ما يصير في تسويات على التعديات. المعتدي
صحيح المعتدي لازم يتعاقب، ولكن نحن بنعرف أيضا القطاع الخاص بده يتأثر، ولكن في ناس استثمرت كل خلال الحرب الماضية وبعدها لهلأ موجودة لحتى نقدر نحميها، بدك القانون، فنحن نلتجئ إلى القانون. خلينا كمان نأخذ اتصال من دكتور خالد نخلي مستشار وزير الطاقة والمياه. صحيح. لأنه بس نحكي نحن عن مجاري الأنهار دائما منروح لوزارة الطاقة اللي هي معنية بهذه المجاري وهذه الأنهار. ألو. صحيح. بدي حييك دكتور خالد مع ضيفتنا رئيس حزب الخضر ندى زعرور. تحياتنا لك ولضيفتك. وانا بدي اعتذر بس من الاول لاني ما كان ما قدرت اتابع الحلقه. خبروني مشغول. الله يقويك الله يقويك. يعني نحن اللي عم نحكي دكتور خالد بواقع مجرى نهر بيروت، يعني ومشروع يعني حزب الخضر لحتى يعمل هذا المشروع، مشروع النهر الاخضر، يعني يبطل مجرى نهر مجارير وصرف صحي. قديش مهم نقول يعني وزارة الطاقة بتاخذ على عاتقها انطلاقا من شغلكم وانشغالكم الدائم بتنظيف هذه الأنهار والمجاري ورفع الضرر عنها. نحن بكل كل الأنهار نعم نوعين من الشغل. اول نوع هو نوع التنظيف السنوي اللي بيصير على الأنهار الأساسية. مسؤوليتكم مباشرة هيدي يعني ولا البلديات او اتحادات البلديات وغيرها؟ لا المجرى بذاته، المجرى بذاته نعم يعني الدومين اللي تابع لوزارة الطاقة والمياه لا. هو من مسؤولية الوزارة نعم، فهي بيصير عليه تلزيم سنوي وتنظيف من الأوساخ المتراكمة الأشجار. هيدا في موازنة صحيح متواضعة، ولكن عم نجرب نقسمها وخاصة على الأنهار الأساسية هيك عم يلي انسدادها ممكن يشكل نهر بيروت. هيك عم بيصير دكتور خالد؟ طبعا بيتنظفوا هيك على والأسفل. أنا هون في بس التلوث الأساسي التلوث الأساسي بنهر بيروت إذا حصل بفترة سابقة كان مرتبط بموضوع النفايات وقت وانا رح اشوف يعني بعض الصور المغرية وللأسف قبل فتح المطامر يعني عمدت بعض البلديات مضطرة يعني انه توضع نفايات قرب المجرى، يعني مش بالمنطقة يلي هي تابعة الحرم النهر اللي مسؤولة عنه وزارة الطاقة. يمكن بالسيول وبالشتي والأمطار القوية صار في تسرب لهال او انهيارات لهال النفايات نحو الأنهار ومنها نهر بيروت. معالي الوزير الأسبوع الماضي وجه كتاب لوزارة الداخلية والبلديات يطلب بهالكتاب أنه الوزارة وزارة الداخلية تراسل البلديات تطلب منها ترفع النفايات بالقرب الموجودة بالقرب من الأنهار لحتى بما أنه تأمن. عن أي بلديات دكتور خالد؟ عن أي بلديات نحن عم نحكي؟ لأنه هو مصب من بلديات عم تجي من قضاء بعبدة ومن العالي. مياه مجارية. نعم مش بس هالبلديات اللي هني 6-7 حوالين النهر يعني أو على امتداده. نعم نحن عم بحكي بس عن أنا عم بحكيك عن كل الأنهار نعم. ومنه النهر بيروت نعم. شفنا المشكلة اللي صار بقرب نهر الكلب نعم. جمعة الماضي كمان هالشي بيشمل كل البلديات انه المكان صار متوفر، فهالنفايات القديمه اللي انوضعت بفتره كان في يعني عدم امكانيه لرفعها هلا اذا ممكن تنرفع وتروح على المعالجه مع بقيه النفايات. هيدا اول نوع من التلوث. ثاني نوع هو التلوث المرتبط بالصرف الصحي. في مشاريع بما يختص بنهر بيروت، في مشاريع مرتبطة عم تتنفذ، يعني أول مشروع هو إنشاء الشبكات الرئيسية المرتبطة بمحطة التكرير. يعني قريبة عم نحكي عن مشاريع قريبة ولا بدها دكتور؟ هي مشاريع هلأ قايد التنفيذ. قايد وين عم ينشغل فيه؟ يعني بتغطي بيت شباب الفرايكي الشاوية، بتغطي ذكريت، بتغطي عندكم يعني. بيت الشعار البكوين، هي كلها مناطق مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالبسان بيرسان يعني لنهر يعني الحوض الصاب لنهر بيروت. نعم. هيدا المشروع قيمته 24 مليون دولار، صار منفذ 70% منه، مفروض ينتهي بال 2018.
طيب دكتور خالد، انا بدي اسالك، المشروع يلي عم نحكي عنه مشروع النهر الاخضر، اطلعت عليه حضرتك انت من حزب الخضر ولا لا؟ بعد لا بالحقيقه ما اطلعت. لا نحن يعني نحن بدنا نعطينا فرصه لحتى باول تشكيل يعني الحكومه نحن وضعناها عند رئيس الحكومه ورحنا على وزاره الطاقه ووضعناها عند رئيس الجمهوريه. سو دائما لما بيكون في تشكيلات جديده بنرجع بناخذ الملف من 2010 عم نحكي على المشروع. لا هي جديده مفترض يكون في موعد مثل ما راح تجتمعوا بالتنظيم المدني كمان دكتور أكيد خالد اكيد اكيد طبعا وزير الطاقه صديقنا. نحن كل الجهود اللي بتصب بتنظيف المجاري وتنظيف الانهر وعوده هالحياه الطبيعيه والدوره البيولوجيه المضبوطه بالانهار، نحن بنشجع وجاهزين انه نستقبل الخطه. انا اللي عم بقوله انه اقله اكيد مذكوره بالخطه النهر الاخضر هي ان رفع تاثير الصرف الصحي عن النهر، يعني اقل ما يعمل بهذا الملف هو انه اول شيء نرفع صرف الصحي عن مجرى نهر بيروت. وهذا الشيء اللي كنت عم بقوله انه في عده مشاريع هيدا كان عم بيتنفذ حكينا عنه، في مشاريع قيد التحضير واعتماداتها اصبحت مؤمنه كمان مع مجلس الانماء والاعمار بما يختص بالجزء اللي هو تابع لقضاء بعبده والجزء يلي تابع لقضاء المتن كمان ان شاء الله. بدي تسالك سؤال بس هو مش سؤال، انا بدي كمل اللي عم بيقولوا انه وزاره الطاقه حقيقه بتنظف المجاري الانهار لحتى تحميها من الفيضانات. شو بدك تنظف اللي عم نشوفه نحن؟ قولي لي ولكن المشكله هي انه القوانين اللي موجوده نحن لازم نطورها ونحدثها إن شاء الله. لحتى نقدر نحميها، لانه اذا نظفنا وثاني يوم رجعت البلديات رميت ورجعت المصانع فلتت وما حسبناها معناتها نحن ما رح نستفيد، يعني التعب بيصير كثير كبير على الوزارات انها تتابع، هو بده يكون في تنسيق بين الوزارات لحتى نقدر البلديات تنردع ووزاره الطاقه تقوم بالموقع تبعها، ولكن مشروعنا هو اكثر من انه تنظيف، نحن مشروع انمائي متكامل يجذب الاستثمارات الى المنطقه. ضروري تقدموا لنا نسخه وتكون نحن موجودين بوزاره الطاقه بس بنرجع بنلتقى بالدكتور وبنرجع ان شاء الله نعطيك اياه باليد باليد. أكيد دكتور خالد، انا بدي اشكرك طبعا من خلالك، بدي احيي معالي الوزير، وان شاء الله يعني هذا المشروع بيوصلكم وتشتغلوا عليه لانه معروف عن نشاطكم، يعني انتم دائما بتشجعوا المشاريع الجديده. شكرا لك. ان شاء الله خير. يعني شكرا سيدي، بشكر وقتك. طبعا مضغوط باجتماعاته دكتور خالد، اكيد هو مهم انه يشوفه لانه بيتغيروا الاشخاص بالوزاره من حكومه لحكومه، ولكن نحن اللي بيهمنا بس تتابعوا. نحن عم نتابع. نحن ليش عم ليش انا استغربت انه مش واصل بعد على وزاره الطاقه من 2010 بعد لا واصل لا وزاره الطاقه اللي قبل وصل لها نعم البلد الحالي ايه ما نحن ورحنا على رئاسه الحكومه استمرارية. ايه والحكم استمرارية ورحنا عند الحكومه الحاليه باول ما تشكلت وهنيناها واعطيناهم المشروع. هيدا مشروع وطني انا بلاقيه، يعني اذا قدرنا نفذنا مشروع بهيدا الشكل يخلق امل عند المواطن انه الدوله عم تعطيه يعني امكنه فيها ظروف حياتيه منيحه. انت عم تشوفي انت سوري يعني انا ما انا لاني شايفه هودي يعني معقول ايه ما انا لاني شايفه هول مشاهد يعني. هيدا اللي بيعطيني امل لما بنظر الى مشروع نهر بيروت الاخضر، يعني نحن عم ننقل صورته. هيدا مشروع، هيدا نهر اسود منه نهر، هيدا نفايات جاريه مع مياه مبتذله. بنحكي عن قناطر زبيدي والتاريخ اللي صحيح. بترجع له صحيح. يعني هذا الموقع المفترض يكون سياحي بامتياز صحيح. يعني عم صحيح. استغرب من هيك نحن لفتنا هيدا المشروع تيكون مشروع نموذجي، وهيدا المشروع النموذجي تنفذه الحكومة من ضمن استراتيجياتها الإنمائية للمناطق. نحن لما بنقول سبع بلديات لأنه النهر مبلش من بعبدات، من النبع من بعبدات وبيجي على بيت مري ومن هونيك بيلتقوا، يعني في يعني مطرحين بيجوا وبيلتقوا ببيت مري وبينزل النهر. نحن علينا نحمي مياه النبع بالأول من يقدر ينزل هالمجرى بطريقته الطبيعيه وتردع عنه المخالفات. ما بدها كثير، هي انت طبق القانون ما بده كثير،
نحن ما عندنا مشكلة غير أنه القانون ما بيتطبق لا علي ولا عليك ولا على حدا. معناتها نحن عم نقول بليز طبقوا لنا القوانين يلي موجودة، ما بدها شيء، بدها شوية تحديث القوانين، يعني ترفع شوية الضرائب واللي بتردع واللي بتوجع لحتى تقدر بالآخر تشوف أنه الناس ردعت. ما في شيء بيوجع غير القانون. طب اليوم وقت يلي يعني عم ناشد وزارة الطاقة وتفضلوا قال انه معالي وزير الطاقة يعني طلب من وزارة الداخلية والبلديات تعمم على كل البلديات يعني دون استثناء، وزارة البيئة في إلى دور، يعني كلنا سوا يعني مع البيئة بدنا نكون سوا متكافئين، نحن بنحكي حلو حتى نوصل لمشروع ناجح، بنحكي حلو نعم بكل الوزارات بيحكوا حلو، وبعرف أنا قدي في مستشارين جيدين موجودين بهالوزارات، ولكن ما خص الإمكان، الأولويات منه موجودة لهالمشاريع، الأولويات ما تقلي أنه أنا بفهم أكثر من مستشارين عم يقبضوا بالنهار ما بعرف قدي عند الوزارات كلها. هيدا تمويل ذاتي هي بدها أولويات لوضع مشاريع إنمائية بهذا الشكل. هلأ يمكن لأنه الفترة الزمنية تبعيته 10 سنين ما بيقطفوها السياسيين دغري، يعني واحد بيقول لك انا ببلش نفكر يقطف الوطن. طيب نحن شو عم نقول؟ نحن عم نقول هي خطه عشريه لعشر سنين للمستقبل، انا ما رح استفيد منها بس تطبق، ولكن انا بفيد اولاد ولادي لما بيشوفوها. معناتها الخطط اللي عم تنوضع بكل الحكومات من وقت الحرب لهلا، وقت ما خلص الحرب لهلا، بعدها خطط قصيره المدى وما عم تعطي نتيجه لانه ما عندها رؤيه بعيده. بدنا تنميه مستدامه، نحن ما بدنا شيء مشروع هلا بنقطفه هلا، بقطفه بالسياسه، بقطفه بالانتخابات، بقطفه بالمراكز اللي انا موجود فيها، مش هيدا طلب. طب اليوم نحن يعني لحتى نطلع نحو المستقبل مثل حضرتك انت عم بتقولي، قديش ممكن يعني نتوجه للجيل الجديد يعني لاولادنا طلاب مدارس جامعات لحتى نحثهم ونحفزهم ليحبوا ويفكروا بهيك مشاريع؟ كمان بنحكي حلو بس بدنا على الارض ترجمتها شو بتكون؟ مش هن اللي عم بيوصفوا، مش هن اللي عم بخالفوا، هيدا شباب صغير يعني بدنا يكونوا درع المستقبل. هيدا اللي انا عم بقصده، بدك تعطيه ادوات بايده، بدك تعطيه قوانين صارمه، بدك تعطيه تشيل المحسوبيات، بدك تشيل الطائفيه السياسيه، كله هي بدك تشيل الفساد، هيدا كله بيطمنه للشاب، بقول انا اذا ضليتني ببلدي وضليتني عم بشتغل بقدر انا اوصل الى بلد يعني يأمن لي أحلامي وأقدر أعيش أنا وولادي بلبنان. طب اليوم أنا لفتني أنه المشروع من 2010 لليوم، نعم، بنعتبر المشروع بالفريزر محطوط، تقدم انشغل فيه قديش، تقدم على مسافة 1000 ميل، نعم، وين صرنا نحن؟ 2010 انوضعت الخطة أنه نحن ننقي الموقع، نعم، 2011 انوضعت الدراسة الهندسية اللي أنت حضرتك شفتها. من 2011 لليوم مرق كذا حكومة، والحكومات هي الأداة التنفيذية لهيك مشاريع، يعني إذا ما وضعتها من ضمن أجندتها. بس في طوارئ بيئية عم بتكون يعني انتهينا من 2015 بالبيئة، واليوم عم نحكي بالمحارق، يعني نحن وبكرة مين بيعرف بشو يعني أنا بخلي هالمواضيع هيدي على جنب. صحيح، أنا بشوف مشكلة النفايات كمان يلي هي من المشاكل اللي عم بتصب بالنهر، ومشكلة النفايات اللي شفناها أخيرا على الشاطئ اللبناني. شو أسبابها؟ أسبابها بأزمة النفايات نطلب من البلديات تعمل استوكاج، يعني باركينج، طلبت منهم ما في انا استقبلكم زبالتكم، ما حدا راح ياخذها بجبل لبنان وبيروت، حطوهم باركينج عندكم، لفوهم بكياس 2 3 واتركوهم. طيب لفوهم وتركوهم، اجت الحكومه قالت لهم انا بدي اشيلهم، حرقون بالليالي، اختنقنا بجبل لبنان، اختنقنا من الحرايق زبالة لأنه ما قدرت البلديات، واللي بقيوا جرفتهم السيول. معناتها الحق هون على الكل بيوقع، البلدية إذا ما كان عندنا لا مركزية جدية للجمع النفايات، وكان عندنا مركزية قوية بالتخطيط كيف بدها تعالج النفايات، ما رح تتعالج النفايات، رح نضلنا نحط يعني انا اللي المشهد المحزن انه النفايات لا هودي مش من برج حمود هو من نهر الكلب، بس انا كمواطن انا شايف النفايات على شط البحر كله، انه شو هيدا العذر اللي نحن بنعتبره اقبح من ذنب انه نحن نزت المسؤوليات على بعضنا. ستنا انا بدي اشكرك، ولكن يعني هذا المشروع نحن بنوعد انه نكون حدكم دائما، احنا رح نتابعه معك لحتى نتابعه سوا مع التنظيم المدني، نعم، مع وزاره الطاقه، نعم، وين مفترض انه نحن نكون لحتى نكون نحن مع المشاهدين يلي عم بيتابعونا رسل
متابعين بشفافية. بالختام شو بتحبي تقولي؟ أنا بقول هيدي المحطة هي منبر للشعب اللبناني وليطرح عليها مشاكله وحلوله. تسلم. فنحن مننظر إلى أي منبر إعلامي لأنه هيدي السلطة الرابعة يلي بتقدر تعطي أمل لهالمواطن بالمحاسبة يلي مفقودة ما عم نلاقيها وبالمشاريع إن شاء الله خير. فنحن بنشكر أي خطوة من هالخطوات إنها تضوي على الأشياء الإيجابية لأنه بلدنا بحاجة، بلدنا يعني عم متعطش لمشاريع مثل هالمشاريع. أول عمرك شكرا لك. شكرا لك. رئيس حزب الخضر اللبناني ندى زعدون، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. أصدقائي نحن منتابع مشاكل وحلول بعد هذا الفاصل. وبختام برنامجنا رح نكون بزحلة، زحلة عروس البقاع لحتى نضوي على واقع العمل بدائرة نفوس زحلة والدوائر الرسمية، لأنه في تأخير بالمعاملات وكلام عن رشاوة في دائرة نفوس زحلة. بتمنى أنه هذه القضية تكون قيد المتابعة مع كل المسؤولين والمعنيين، لأنه مدير عام الأحوال الشخصية خارج البلد مفترض اليوم يوصل. كنا حابين بعرض هذا الروبورتاج يكون حدا من قبلهم معنا لحتى نقدر نعطيهم حق الرد وحق التوضيح وحق المحاسبة إذا ثبت أنه في رشاوة. مع الروبورتاج بنختم حلقة اليوم، تنلتقي بكرة معكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء. إيه ما بيعطوك الإخراج القايد أو سجلات لدغري على بسرعة يعني. ايه بدك تاخذ وقت يمكن لبكره بعد بكره بالكتير يعني هالقد انت بدك اياه بسرعه، ايه بتتاخر. المطلوب انه زي زوده الموظفين لحتى يلحقوا لك حتى يعطوه دغري للانسان دغري فورا يعني. اكيد لازم يكون في عندنا سرعه لتنفيذ كل المشاريع وكل شيء، اكيد خصوصا بدوائر الدوله لانه كثير بيصير في عندنا تاخير بدوائر الدوله. بيتاخر كل شيء، كل شغلك بيتاخر، كل المواضيع اللي بهمك انك تخلصها اكيد بتتاخر. بلبنان صرنا 80 سنه مستقلين، نفس الظاهره جايبتك بتحل الموضوع. في فتره اكثر من 5-6 سنين المخاتير هن بيهتموا بهذا الموضوع، لا بروح ولا بيجي. تجي بتجيب ورقه انت بتحطها بيقول لك تعال بعد يومين وتعال بعد ثلاثه وكذا. هلا مثلا عم بعمل معامله اجازه عمل الصانعه اللي عندي، بتعمل اوراقها بتحط الاوراقها بيقول لك طلعت فيع بالماليه ورجع من الماليه لعندي ورجع من عندي لما بعرف وين وكذا. شغلي وين في عذاب للمواطن وشقة وتعتير بلحقوها بالمواطن. كل العالم عم تتعذب وبسجل العدلي وبغير سجل العدلي، يعني كل الدوائر الحكومية يفترض يعززوا المكننة، يعززوا فيها المكننة ومشان تسهيل أمور الناس يعني. وأكيد بدهم لازم يزيدوا الموظفين. من إشي أنا مزوج، أنا مدامتي سورية، أنا حرقوا أنفاسي وبعد ما طلعت سجلت وكل شيء على القانون، بعد ما طلعت الهوية يعني بدك تصبر بعد كتير لحتى تطلع الهوية. وما بدي أسمي الدوائر وين وما وين، صار في رشاوي كتير وفي أسس وفي نعم في أمور كتير، في أمور كتير المواطن مش حملها. بس ولكن شغلة المواطن ما عم يسترجي يحكي، ما عم يسترجي يحكي لأنه هيدي الناس اللي عم تاخد رشاوي مدعومة من جهات سياسية معينة، عرفت كيف؟ إذا مواطن بده يحكي بده يقول اللي بقلبه، لأنه المواطن في كتير مواطنين عم يموتوا قهر، عم يموتوا فقع، عم يموتوا قهر من حصرهم. العالم عايفي حالة، العالم ما معه تاكل رشاوي بكل المطارح في رشاوي، عرفت كيف؟ وما حدا بيسترجي يحكي. لا نحن نتأمل أنه يصير إذا كان في إنصاف للموظف وزيادة عدد الموظفين، إذا كان في ناس ليهونوا على المواطن يعني بعد القضايا بيكون منيح. ولكن مع الأسف اللي عم نشوفه غير هيك تماما على الأرض. ما في شيء، ما في شغلة من هلا يدك بجيبتك بس بقول لك مرحبا يعني بدك تدفع لي هلا بدك تدفع لي عادي على الطوابع بنهرطها بتخد يعني. شو هو بكلف 3000 بتعطيه 5-6000 زيادة بيخلص لك إياه بنهرطها. وين ما كان مش بس هون، لبنان كله هيك فاسد. نحن جيدة جدا، إذا وصلت جيدة، إذا ما وصلت يعطيك العافية. ناطرين بس إن شاء الله تصل. روح وتعال ما فيش ولا مرة صارت معي أنا. أي المختار هو بيأمل لكل شيء، تغرب نفس النهار، إخراج جاي بيصلي على البيت 6000. كثير بيتعذب إنه في روحات في مجات، في ما بيسألوا إنه واحد عنده شغل، عنده وظيفة. بيعذبوا كثير، وكمان كان في موظفين يكون فيه، وفي ناس موظفة ما بيحق لها تكون موظفة، وناس معلمة قاعدة مش عم بيصير لها وظيفة. هاي الدولة عنا. والله مش هاي كل الأشياء بالدولة واقفة يا عم. بيقولوا لك لتاني يوم، من أول يوم لتاني يوم. وأنت كبير بالعمر شو بدك تعمل؟ يا بدك تعطيه لحد يعمل لك إيه. لازم المكنن وكل شيء
ويسروا امور العالم، هاي ما في هي الشيء يعني عم بيعطوك اخراج عايد من حقك تاخذه. قلت يعني اكيد المفروض يكثروا الموظفين ومشوا الناس، يعني احنا ما يقعدوا بالصف يقعدوا ساعه وساعتين.